الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبارك لكم حلول شهر ربيع الأول في يوم غد كما ذكرته المرجعية المباركة العليا، أنه غدا غرة شهر ربيع الأول، شهر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله. وقد قضينا شهرين متتابعين بالحزن والمصاب والمواساة وإحياء ذكرى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، ولله الحمد كانت الأمة ولا زالت حية في إحياء شعائر أبي عبد الله الحسين. ونحن مقبلون على شهر ربيع الأول، وسيكون لدينا كلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله، ولكن اسمحوا لي في مثل هذه الليلة أتعرض لقضية هي في الواقع من القضايا التي يمكن أن نأخذها معنا من مناسبة أبي عبد الله الحسين. المولى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه ضحى وفدى بنفسه في سبيل الدين وفي سبيل إصلاح الأمة وفي سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي سبيل إرجاع الناس إلى الطريق الصحيح، إلى الخط القويم. وهذا كله في واقع الحال لا بد أن نترك شهر محرم وصفر، ونحن نستفيد من هذه المناسبة ومن روح الحسين صلوات الله وسلامه عليه ومن تضحيات أبي عبد الله. أيها الإخوة، أيها الأعزاء، للأسف الشديد نجد هناك عدم مبالاة وعدم انفعال من قبل الناس فيما يرتبط بالمنكر والفساد. مشكلة الإنسان أنه إذا عايش المنكر وإذا تكرر عليه الفساد أو تكررت عليه مظاهر المعاصي والمنكرات، بعد فترة هذه المظاهر وهذه المشاهد تصبح طبيعية عنده. أضرب مثالا حتى تقترب الفكرة إلى أذهان الإخوة أكثر. شوفوا إخواني، قد الفتاة من لأول مرة مثلا حجابها غير دقيق أو غير مثلا كامل، يدخل شخص من غير، حسب تعبيرنا، من غير قصد يرى شعرها أو يرى مثلا الفتاة بدون حجاب، هي تنفعل، تتأذى، تبكي بعض الأحيان، ليش دخلتوا وليش ما قلتوا يا الله وأنا ما لابس حجابي. مرة الأولى تنزعج كثيرا، مرة الثانية انزعاجها أيضا موجود ولكن أقل. إذا تكررت الحالة، إذا تكررت الحالة أنه انكشف حجابها أمام الآخرين 20-30 مرة، تبقى القضية طبيعية، تصير والله شو تسوي، زين شافني أنا ما أدري وما كنت قاصده، هالشكل تصير. المشاهد الغلط والمواقف المنكر
إذا تكررت عند الإنسان بشكل أو بآخر يتعايشها، تصير عادية عنده وكأنما ماكو شيء، كأنما ما حصل شيء. أتذكر أنا شخصيا لما رحت مجتمع، دخلت في مدينة، سمعت فحش معين. أنا شخصيا ما كنت سامعة بحياتي، يعني بحياتي ما سامع هالشكل فحش. من سمعته اضطربت اضطرابا شديدا، أعصابي تشنجت. واقع، جاي أتكلم لكم واقع، أنا وأنا شاب يعني كنت جدا نفرزت فترة، أنا معصب، شلون هالكلمة، شلون هالكلمة القبيحة، وانفعلت انفعال يعني جدا. بعد ساعتين سمعت واحد ثاني يكرر الفحش، أيضا تنفرزت وتأذيت. بعد 4 ساعات سمعت واحد ثالث، وبعدين واحد رابع، ويوم الثاني خامس وعاشر. بعد أسبوع من بقائي في تلك المنطقة أو في ذلك المكان، واستمعت هذا الفحش لعشرات المرات، بعد صار أعصابي حسب تعبير ما تنفعل، وأنا ما أتأذى. ليش؟ لأنه صارت القضية حسب تعبيرنا طرقت سمعي، وإن كانت قبيحة بس ما أقدر أسوي شيء. شنو اللي أسوي؟ كل المجتمع يتكلم كلام غلط، كل المجتمع يسب ويشتم بهذه الطريقة. فصار عندي شنو؟ يلا مناس مو خوش أوادم وأنا ما أسوي شيء. ته. وهكذا الإنسان حتى على مستوى الجسم، هذا الجسم أنت من تروح تشتغل بنا أو تشتغل عمالة، يوم الأول تمسك المعول أو تمسك مثلا المسحات وتبدأ تشتغل، يوم الأول كل إيديك تصير حسب تعبيرنا بطباط وأحمر وما أدري، تنجرح إيديك، تنجرح يوم الأول، يوم الثاني، يوم العاشر. بس بعد شهر إيدك تصير شنو؟ قوية. والبطباط بعد ماكو بطباط وماكو جرح. ليش؟ لأن إيدك انسجمت مع الخشونة، انسجمت مع العمل. وكذلك شرب السيجار، أول يوم تشرب سيجار جدا تتأذى وصدرك ما أدري يختنق، بس إذا تشرب 2 و3 و20 و30 مرة جسمك أو رئتك تقوم تنسجم مع ذاك الدخان. مشكلتنا ننسجم مع المنكر، ننسجم مع الغلط، ننسجم مع الفساد ويصير طبيعي. مشكلة الناس هالشكل. ولذلك عندنا روايات أنه المنكر لابد أن يستنكر، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وإن لم يستطع فبلسانه، وإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لازم يبقى المنكر منكر ولو في قلبي، الغلط غلط ولو في قلبي، لازم يصير هذا الشيء. ليصير المنكر معروف، ليصير الفساد صلاح، لا يصير الرشوة على حال شطارة. تبقى الرشوة غلط، تبقى الرشوة حرام، وإن كنت أنا أعيش في بلد كله مرتشي. سمعت قبل يومين سمعت بالأخبار أحد المسؤولين قال يابا أنا اكتشفت موظف في إحدى الوزارات سارق، مو أنه تضيع أو أنه هدر للمال، لا سرقة من أموال البلد $800 مليون. 800 مليون، يعني فقط أنتوا قدروا المبلغ، $800 مليون أقل شيء، سرقة من موظفين في وزارة من الوزارات. زين، لما يطلع الخبر يقول هذه القضية السرقة
واضحة عندي كما أني أشوفكم، كما أنه الشمس أمامي، كما هذا المصباح أمامي، يعني كلش واضحة القضية. زين، فساد بهالعظمة وسرقة بهالكبر هذا 800 مليون، تدرون يعني شو 800 مليون شباب؟ يعني هذا اللي يسرق 800 مليون يقدر أصلا يغير الدولة كلها. ليش؟ يعني يعطي لكل هؤلاء الكبار والرؤساء الأحزاب كل واحد 10 ملايين دولار، 10 ملايين دولار، 20 مليون دولار، يعين اللي يريده يتحكم بالبلد. زين، هذا المسؤول أعلن، شنو صار؟ سكوت، لا القضاء يتحرك، لا ما أدري الإعلام يركز المسألة، لا فلان مثلا يسوي تحقيق، لا في التقرير خبري أبدا. قد واحد يستغرب هذه القضية، هذه الفضيحة لو كانت تكتشف في بلد من البلدان الأخرى، كان دولة استقالت، كانت القضية ما أدري إيش، المحاكم تشكل ويصير بث مباشر على مجالس التحقيق، ماكو شيء. ليش؟ لأنه إحنا صار الفساد عادي. زين، باقوا خلاص، باقوا يا بفلان مرتشي. زين، شفتوا واحد من ذول اللي كانوا ولا زالوا صوتهم عالي طلع بلحمه ودمه وشحمه ولسانه وعلى برنامج قال أنا ارتشيت، أنا ارتشيت، أخذت رشوة كذا مليون دولار وأنا لعبت عليهم، ولا قضاء قال له تعال يابا وين هالمليون، وين من وين أخذتها، ليش أخذتها؟ أبدا أبدا. وهذا يعني شنو؟ صار المنكر بالنسبة لنا عادي، هدوء، لا كأنه ما صار شيء أصلا. في بلد من البلدان، جاء أجيب أمثلة، أنا أمثلة حتى أقول أنه إحنا للأسف صارت ذهنيتنا وشخصيتنا ووضعنا صار بشكل متقولب على الغلط، متقولب على الفساد، متقولب على الجرائم، على الجرائم. الآن لو في بلد من البلدان يقول يابا ومثلا سيارة انقلبت وعشرين واحد ماتوا بسبب مثلا جسر طاح أو مثلا نفق انخسف، تصير رأي عام ووزير الطرق يستقيل وهوس يصير. هنا يوميا في العراق يوميا عندنا سيارة تنضرب طريق البصرة وطريق الناصرية والبتيرة والعمارة ومدري إيش، والشوارع كلش تعبانة وميت مرة متكلمين أبدا. عوائل تروح وناس تتيتم وعوائل على حال تنثكل أبدا. الوزير قاعد بمكانه والطرق نفس الطرق والسيارات نفس السيارات والوضعية والجرائم والجنايات القتلى والجرحى والمعوقين يومين يزدادوا. وين الإشكالية يا شباب؟ أين الإشكال؟ لماذا نحن، لماذا نحن أصبحت الجرائم والفساد والفضائح عادية؟ الجواب لأننا نحاول أن نتعايش مع هذه الأشياء، تصبح لا أهمية لها، تصبح لا أهمية لها. الآن عندنا صديق في دولة خليجية، صديق يعني الله يفرج عنه، وهو رجل يعني صاحب نظرية حلوة وكذا، وفي عمل إصلاح البلد اللي هو يعيش فيه، فكان عنده شعارات وعنده حركة وعنده كذا، وسوى عمل حسب تعبيرنا احتجاجي في بلده. الآن مرمي في السجن، محكوم بالمؤبد. لما يسألوه ليش انت سجلت، قال والله أنا متهم، اسمعوا، متهم أني تخابرت مع دولة أجنبية، متهم بأنه تخابر مع دولة أجنبية، اتهام، بس حكموا بالمؤبد 25 سنة. وفي بلدنا هذا شاهر ظاهر بالمواقع، بالتلفزيون، بالفضائيات، مسؤولين
يتخابرون مع رؤساء المخابرات الدول الأخرى، تخابرون خابر كذا رئيس المخابرات الدولة الفلانية، ورايح ملتقي مع رئيس مخابرات الدولة الفلانية، وقاعد مع كذا، وكلها تدخلات الآخرين ومخابرات وتخابرات ومدري إيش وارتباطات. هو سيادة وهو الفخامة هو المعالي هو الكذا وما حد. هذا يعني إيش؟ يعني إحنا في الواقع أصبحنا في وضع أنه كل شيء غلط عادي، كل شيء فساد عادي، كل شيء، وهذا بحد ذاته هو جريمة، بحد ذاته هو انهزام. الإمام الحسين ما أراد هذا. الإمام الحسين قال بابا ما يصير تتعايشون مع الغلط، هذا يزيد غلط، ما يصير نتعايش وياه، هذا الوالي الفلاني غلط، ما لازم نبقي مكانه، ما لازم نبقي مكانه. أمير المؤمنين تجي امرأة من البصرة تقول له يا أمير المؤمنين ترى واليك، واليك في البصرة عنده سوالف. شنو سوالفه؟ يروح وراء العزائم وما أدري كذا، والأطعمة والتجار والفلوس وفساد وكذا. الإمام رأسا يعزله، يقول أنت عايف المستضعفين، عايف المساكين، رايح ويا أهل الفلوس وأهل الكذا وعزائمهم وذبايحهم ولايمهم. ما قبل عليه، ما قبل عليه، لأن إذا يقبل عليه خلاص يصير ظاهر هذا. والآن إحنا بعض مسؤولين عجيبة، يعني اليوم الآن ثلاثة أيام الآن وفاة النبي خلصت في النجف، ثلاثة أيام وفاة النبي خلصت، شوفوا شوارع النجف مليئة بالأوساخ، مليئة بالأواني، أواني المياه اللي عليها حال الكذائية مرمية وكثافة ووساخة. زين يا جماعة، وين البلدية؟ وين المحافظ؟ وين المسؤولين؟ وين؟ ليش ما ينظفون؟ ليش هالشكل؟ عادي، لأنه كل سنة هالشكل، كل مناسبة هالشكل. هذا ليس من ثقافة الإسلام، هذه ليست من مبادئ الإسلام. مبادئ الإسلام هي استنكار الغلط، المطالبة بالصح، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعدم القبول بالغلط، وعدم المعايشة مع الغلط. وإلا أولادنا راح يكبرون وأجيالنا راح يكبرون على أن الغلط صح وأن المنكر معروف، والمعروف منكر. يعني زين راح يصير شين إذا واحد أمين ومرتب ومؤدب ومسؤول نزيه، هذا مو خوش آدمي، هذا ما يخلينا نمشي عدل، هذا ما ينفعنا. فشوف الصالحين ينعزلون والفاسدين يسيدون. على أي حال إخواني، إحنا قضينا شهرين متتابعين في إحياء شعائر أبي عبد الله الحسين، اللي هو الشعائر، شعار الإصلاح والأمر بالمعروف وتقويم الإعوجاج في الأمة. فلازم أنه نتزود بهذه الروح وبهذه الثقافة وبهذه المعنوية، حتى عسى ولعل أن نغير أنفسنا ولو على مستوى عائلتي، ولو على مستوى مدرستي اللي أنا أدرس فيها، ولو على مستوى الدائرة اللي أنا أداوم فيها، ولو على مستوى المحافظة اللي أنا أعيش فيها. نحن مسؤولون أيها الأحبة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا، يوفقنا لأن نحمل روح الاستنكار الغلط ومساءلة المجرم، مساءلة الفاسد، إبعاد الفاسدين عن حياتنا وعدم المعايشة معهم وعدم قبولهم. نسأل الله تعالى ذلك، وإن شاء الله تعالى نرى بلدنا يوم على يوم إلى الأفضل إن شاء الله. نعم، أدي متصل، تفضلوا. نعم، ألو، صوت غير واضح. نعم، إذا تجهز المكالمة. نعم، تفضلوا.
صوت. بنقولها صلي صليت وراك حسان وراك الله. السلام عليكم سيدنا. سيدنا عليكم في السلام. بيتي مرة كبيرة بالعمر، لا صلي لا صوم، من شباب لحد الآن، ووالدها يصيحون عليها يقولولها صلي صليت وراك حسان وراك الله، وهي تقول انتو ما لكم علاقة بيها، لا انتو لا تتدخلون، وهي مرات بينها وبين روحها يعني تصوين تقوم تبكي تقول انا وراي حساب انا وراي الله وما اصلي، كل هذا ما اصلي، بس هي واعية وتفتهم. زين ها شنو حكم؟ الأخ الكريم سؤاله هذا أنه امرأة كبيرة جدته هي لا تصلي ولا غير ملتزمة يعني بالصلاة ولا بالصوم، وأولادها وأحفادها يأكدون عليها أنه تصلي وقوم يصلي كذا، نقول ما يخصكم هذا، ما يعنيكم هذا الأمر، وترفض أن تصلي. يقول بعدين تقعد ها تفكر وكذا وتبكي وليش انا ما اصلي ومع ذلك ما اصلي، فشنو هذه؟ هذا واضح الجواب عليه، واضح. يعني هذه المرأة نشأت وكبرت على عدم الصلاة، كبرت على عدم الصلاة، كبرت على انه مو مهم عندها تطيع الله، ليس مهم لها ان ترضي الله، مو مهم عندها انه الله يرضى عليها ولا ما يرضى. واضح شلون؟ وهذه لما نشأت وكبرت على عدم المبالاه بالصلاه، عدم المبالاه بالعباده، عدم المبالاه برضا الله، فبعد نفسها الاماره بالسوء، نفسها الاماره بالسوء، ونفسها على حال اللي تدعوها الى المعصيه هي المستحكمه، هي القويه، ما يفيدها. يعني صارت هي قلبها كالحجر، بل أشد قسوة، كالحجارة بل أشد قسوة. ذولا بعد ما يفيدوا وياهم، ذولا يوم القيامة سيحاسبون حسابا عسيرا. والله خطية تبكي سيدنا وتلبس عباية، شو الفائدة العباية بدون صلاة؟ وشو الفائدة البكاء والندم بدون إصلاح الأمر وبدون الرجوع إلى الله؟ هذا في الواقع عفوا لابد من على حال الإنسان هو نفسه يرجع إلى الله، يتوب إلى الله، يستغفر إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا فلا تنفعه لا شفاعة الشافعين، ولا تنفعه على حال حب لأولياء الله، فهذا في واقع الحال ما ينفع الإنسان شيء إلا التزامه بشكل صحيح لتكاليف الشرعية. نعم تفضلوا. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام. أنا نذرت جمل، أذبح جمل إذا طاب زوجي من مرض معين، والحقيقة نصحوني يعني إنه الجمل ما محبب الذبحة ولحمة، فقسم نصحوني إنه أستبدل سعر الجمل بأشتري خرفان تكرمون وأذبحها، فشنو رأي سماحتكم يصير أستبدله، أو أقدر أنطي المبلغ المريض مساعدته بعملية أو شراء أدوية نفس المبلغ المخصص للجمل؟ سؤال الأخت الكريمة أنه نذرت أن تذبح، أن تنحر جملا، تنحر إذا شوفي زوجها، ولكن الآن تسأل أنه يمكن أنه أنا أذبح شياه حسب تعبير الخرفان، أو أنه أنطي فلوس للفقراء. الجواب أنه إذا كان النذر نذر شرعي يعني بصيغة شرعية، ونذر دقيق بصيغته الشرعية، فلازم تلتزم بنذرها، ما يجوز لها. يعني إذا كان نذرها نذر شرعي وبصيغته شرعية، لازم تؤدي نذرها بشكل صحيح وتنحر جمل. واضح؟ أما إذا كان النذر مو بصيغة الشرعية
يعني قالت يا ربي إذا زوجي الشافة أنا أنحر مثلا جمل. هذا ما يسموه نذر، هذا يسموه كلام هالشكل ما إلى أثر شرعي. فنذرها يكون باطل، لأنه النذر يحتاج إلى صيغة شرعية. شنو الصيغة الشرعية للنذر؟ قد واحد يسألني كيف أنذر نذرا شرعيا؟ الجواب أن تقول لله علي، لله علي. لو الأخت كانت قايلة لله علي أن أنحر جملا إذا شوفي زوجي، خلص هاي لله علي. أما إذا قالت لا يا رب إذا زوجي اتعافى كذا، هذا مو نذر وإنما كلمة عابرة. نعم. أم باقر تفضلي. باقر تفضل. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا ما حكم الإنسان المجرم قاتل من السجن هو اللجنة للقانون تكون جوز السجين ويشرح أموال ويطلعه وهو من منطقتين الجيرانية وفيها سجين من السجن وفي الحمد لله السلام. وأنا سجين قاتل مجرم ومنظم الله الحدود وطالع من السجن. شنو حكم هذا وشنو الداعي إذا هو مجرم؟ شنو الداعي تروح تحمد له السلامة؟ خير إن شاء الله. مشكور يا أخ باقر. يعني باقر يتكلم عن قضية، أنا كلامي في بداية الحلقة هو هذا، كلامي في بداية الحلقة هو هذا، أنه قاتل إنسان مجرم، قاتل وإنسان يعني عاصي معصية كبيرة، ويطلع من السجن يدفع رشاوي ويطلع من السجن والناس يزوروه، الحمد لله على السلامة، حياك الله، والله إحنا هواية اشتاقينا إليك. يعني شنو هذا؟ يعني نفس الشيء، الفساد يصبح شنو؟ عادي، والغلط يصبح صح، والله الأعراف تدعونا أنه نروح نسلم عليه. وهذا اللي أنا قلته في بداية الحلقة، إحنا ما يصير الغلط يصير صح والمجرم نتعامل معاه كأنه بريء نتحمد له السلام. شو يتحمد السلام؟ هذا إنسان قاتل مجرم، هذا لازم يقتل بالقصاص. أهل المقتول يقدرون يقتصون منه. بس هي هذه جوابي الأخ باقر، هي هذه. شنو؟ إن إحنا مجتمعنا صار عادي عادي. ذاك اليوم واحد قال سيدنا أنا رحت للتقاعد أخذ راتبي، شفت واحد يأخذ راتب وياي هم يأخذ راتب تقاعد، وهو نفس اللي كان يعذبني في سجن الأمن العام، جلادي كان يعذبني ويأخذ راتب وأنا أخذ راتب، أنا كسجين سياسي أخذ راتبي وهو كمتقاعد من الأجهزة الإجرامية للنظام السابق. تدرون أنتم هذا الفساد رجعهم ذولا كلهم ياخذ راتب عادي. المجرم الظالم والمظلوم كلاهما تحت سقف واحد عادي. هاي العادي من وين؟ لان احنا وضعنا هذا، وضعنا فاسد، وضعنا تعبان، واحنا تعايشنا ويا الغلط، تعايشنا ويا الاجرام، صارت عاديه. يومين ناس يموتون، يومين ناس كذا، ايه شو تسوي بعد؟ هي هذه عشيره الفلانيه فشلة من عندها، إذا ما نروح صارت الفشلة والعيب أهم من الحرام، أهم من المنكر، أهم من قول كلام الحق في قبال علي حال، في قبال السلطان جائر، هذا كله صار لا شيء. نعم. متصل. نعم محمد تفضل. نعم يا محمد تفضل. نعم. السلام عليكم سيدنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا أنا قاعد في البيت. بلي. محمد اسمع بيتك. اسمعني من التليفون فقط، اترك التلفزيون. من قاعد في البيت سيدنا. اترك التلفزيون يا أخي، اترك التلفزيون يا حبيبي. أنا مستعد. ألو. تفضل تكلم الآن تكلم. البيت نعم. فاجي احد
ضربك؟ ضربك؟ معمم؟ عشان عشان معمم يا ما شاء الله. هاي الحوزة شلون حوزة؟ أشكرك يا محمد، سؤالك هواي لطيف وراح أجاوب عليه، مشكور يا محمد. الأخ محمد سمعته يقول 11 ونص قاعد في الليل دخل عليه نسيبة، يقول نسيبي هسه ما أدري، ولابس هذا البوكس وضاربه بعيونه وكذا، وهو يقول معمم حوزوي. أولا إحنا واقعا أقولها بصراحة، إحنا ما عندنا حوزة بها ملاكمين يضربوا البوكس، ما عندنا هيك حوزة. إذا أكو حوزة فهي حوزة، تدرون هالايام حوزات كل واحد جاي يسوي له حوزه، وكل واحد صاير مرجع، وكل واحد صاير كذا، وهي هوسه. حوزه العلميه المباركه التي في الواقع بحسب الموازين الشرعيه واراء وافكار وحدودي ونظامي جعفر بن محمد الصادق، ما طلعتش ناس، ما طلعتش ناس. لا مولانا كل واحد جاي حزب كذا جماعه، تدرون هوايه متمرجعين مدعين هواية، ما أريد أجيب أسماء عندنا. ومو كل معمم معمم، روح شيل لك عمامه ولفها والبسها وتصير آية الله في ليلة واحدة. إذن هذا مو دليل على أنه كل المعممين هالشكل ولا كل الحوزات هالشكل، وإنما أعلن بشكل واضح، أنا أعلن بشكل واضح أن هناك حوزات منحرفة باسم الحوزة العلمية، وهناك أشخاص منحرفون معممون باسم العمامة، ونحن منهم براء، نحن نبرأ إلى الله منهم. زين، سؤال الأخ يقول هذا ضربني بوكس، هذا شلون يوم القيامة أنا شلون؟ أولا يا أخ محمد، هذا بعد مسألة شرعية جاء أتكلم، هذا الآن جواب شرعي. أولا أنا ما سمعت الطرف الآخر، لأن أكو نزاع، والنزاع لازم أسمع الطرف الآخر، لازم أسمع هذا اللي جا ضربك ليش ضربك، التضاربه هو جاي يضربك ما أدري، لازم أسمعه. هذا أولا. فإذا سمعته وبعدين حكمت بيناتكم جيد، هاي يسموه حكم ما بين الطرفين. ولكن إذا نقول يابا هو جاي معتدي، لا ضاربه أنا ولا ما أخذ حقه، وأنا معتدي هو، فالمعتدي إذا ضرب أحد مظلوم فلازم يطديه. إيش سوى بعينه؟ إيش جرح وجهه؟ إيش قيد الجرح عميق؟ إيش قيد المادري الشق على حال سعتها؟ كم خياط أكل؟ هاي كلها تحدد بحدود شرعية، ويدفع الدية بالذهب، دية بدينار من الذهب. واضح حبيبي؟ فإذا كنت مظلوما، إذا كنت مظلوما يعني إذا كنت ظالما مثل أخو، هذه الأمور حكم وحاكم ويحكم بيناتكم. أما لا أنت مظلوم قطعا، مظلوم مثلا هالشي، فعليه دية ويحاسب يوم القيامة على ظلمه وعلى تعديه. نعم. أم علي تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مولانا عندي سؤال. نعم تفضلي. اشتريت مال في بيتي وجد ورقه وبعتها على 5 دولار. بيت ارث يعني؟ اي بيت ارث بالاجار وبعتها. بلي. على 5 دولار. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني. بلي. واضح معي، واضح واضح، حياك الله حياك الله. سؤال الأول أختم علي، تقول إحنا عندنا بيت ورثناه من أجدادنا والآن بعناه، فهل في قيمة هذا البيت يتعلق الخمس؟ هل يخمس؟ الجواب لا، لأن الإرث لا يخمس. الإنسان إذا ورث حتى لو مئات الملايين من والده أو من أمه
أو من أخيه أو من أخته فلا يخمسه، فالإرث مستثنى من الخمس، فلا خمس فيه، قسموا ولا تخمسوا. صار واضح؟ هذا جواب السؤال الأول. جواب السؤال الثاني، تقول قالوا أنه عندما تتوضين وتمسحين رجلك، مسح القدم، مسح الرجل، لابد تكونين ثابتة. نعم، الرجل تكون ثابتة، الرجل تكون ثابتة وأنا أمسح رجلي. أما أمشي لو لا أمشي شكو بيها، أنا أغسل إيدي هالشكل اليسرى أغسلها وأروح أمشي إلى 10 أمتار 5 أمتار كذا، وأقعد على القنفة، أقعد على الكرسي، أمسح راسي وأثبت رجلي، أمسح رجلي ما في مشكلة. ولكن لما أمسح رجلي لا تتحرك، يعني هيك لا تصير، هاي رجلي تتحرك، لازم إيدي هي تمسح، مو أنه رجلي تتحرك وهي اللي تمسح إيدي. واضح؟ فهذا ما في إشكال، سواء تمشين أو ما تمشين، تتحركين أو ما تتحركين لا إشكال فيه، ولكن وقت المسح القدم تكون ثابتة. نعم. أحمد تفضل يا أحمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صوتك شوي يا أحمد. حياك الله بارك الله فيك. تدرسني سؤال. نعم. بخصوص المولى العظيم عليه السلام. إي. هل هو متزوج أم لا؟ يعني وايد تفكر فيها. خير إن شاء الله تعالى. على أي حال، سؤال عن سيدنا العباس أنه متزوج أو لا، حسب الظاهر أنه متزوج وله على أي حال ولد اسمه الفضل، هكذا ذكروا في بعض كتب ألفت عن العباس صلى الله عليه أنه نعم عنده زوجة وعنده ولد يسمى بالفضل، ذاك أبو الفضل العباس. على أي حال نعم متزوج. متصل آخر. حيدر تفضل يا أخي. حيدر. الو. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلت لي مولاي سؤال ممكن؟ نعم. قلت لي مولاي أنا نادر قلي. نعم. بس نسيت الإمام النادر، إلا أقول الدعاء بما أردت، واحد صديق أرسلتي إلى يصير وأسمع من خلال الشاشتين. أقول نذرك، شلون كان نذرك حيدر؟ نذر شرعي ولا نذر عرفي؟ لا نذر هيك، أنا نذرته وأنا وأهلي سوى بإمام الفلاني، فنسينا الإمام بالاسم، إحنا نقول سوى بإمام، وهذا أكيد واحد. فالنذر النذر غير شرعي يا محمد يا حيدر، نذر غير شرعي. شكرا يا محمد، شكرا. حيدر ناذر نذر ولكن مو شرعي، يقول أنا ما أعرف الطريقة الشرعية. ليت انه اذا كذا اذبح خروف لامام من الائمه، هم ناسي الامام. اخي ما دام نذرك مو شرعي، مو واجب عليك، مو واجب عليك ان تذبح. تعطي هديه، تعطي فلوس، كيفك، تعطي صاحبك، تعطي صديقك، هذا ما في مشكله، ولكن مو واجب. النذر الشرعي عندما يكون بصيغته الشرعيه، واذا ما يكون بصيغته الشرعيه مو واجب عليك اداءه، مو واجب عليك الوفاء بالنذر اللي هو شرعا غير صحيح. نعم. أم علي تفضلي. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضلوا. بلي. بلي. وبعدين شنو؟ بعدين شنو؟ أقول لك أتوضى، أقول لك أصلي وأخلي وجهي عن الصلاة. آه. ليش؟ أسمع قرآن، أسجد، أنا ما أصلي. شنو يخليش بتصلين؟ ما أقدر أتوضى، أقول لك أصلي ما أقدر، بس بعد عيد ما أقدر. شنو ما أقدر؟ شنو اللي شنو ما أقدر؟ ما أقدر، يعني أتوضى أتوضى. يعني ما تهتمين، ما ليش خلق؟ ما أقدر أتوضى، أقول لك أصلي، أي شيء ما أقدر. أختي الكريمة تقولين أنا اروح اتوضا بس ما اصلي، ما لي خلق اصلي، هذا يعني انت انسانه متماهله بالصلاه، صار عندك تماهل، صار عندك استخفاف بالصلاه. زين، انا راح اتكلم وياك كلام وسمعيه بشكل جيد. حياك الله. حياك.
أم علي، أم علي تقول أنا من صغري. نعم محمد تفضل. محمد، محمد تفضل. المتصل محمد، انقطع اتصالنا. زين، تقول أنا من 13 سنة أصلي وملتزمة وكذا، والآن هي تقول الآن أصلي وأقطع، أصلي وأقطع. يا ابن ليش تقطعين؟ تقول ما أدري، ما أصلي وشو، ما لي خلق أصلي، أتوضى بس ما لي خلق أصلي. شوفي أختي، شو وقت الإنسان يتماهل بصلاته؟ شو وقت الإنسان ما يهتم بصلاته؟ الجواب شيئان يجعلان الإنسان لا يهتم بصلاته ولا يعتني بها. شيء الأول ما يعرف عظمة الصلاة عند الله، يعني ما يعرف أن الصلاة شقد مهمة عند الله. الله نادى بالصلاة إلى الناس على أنها عمود الدين، عمود الدين، هذا العمود اللي هو موقف السقف الصلاة، الدين اللي هو سقفنا احنا، الدين اللي موقفه هو الصلاة. فإذا انهدم الصلاة، انهدم العمود، انهدم الدين. الصلاة وعمود الدين إن قبلت قبل ما سواها، وإن ردت رد ما سواها. فعندما ما نعرف أهمية الصلاة راح نستخف بالصلاة، هذا العامل الأول. العامل الثاني، احنا ما جينا نسمع أحاديث اللي تتكلم عن عقوبة التارك للصلاة. شو يسوي يوم القيامة رب العالمين الإنسان اللي تارك للصلاة؟ أنا من زغري كنت أسمع الأحاديث اللي تتكلم عن تارك الصلاة، كان جسمي يرجف، أخاف دائما، أحس أنه إذا أنا تركت صلاتي راح أكون ممن سيعذب يوم القيامة. القرآن بصراحة، القرآن بصراحة يقول يوم القيامة، يوم القيامة أهل الجنة يشوفون أهل النار، أهل الجنة يشوفون أهل النار فيسألوهم ما سلككم في سقر. سقر تعرفون شو معناته؟ سقر، سقر مرتبة من مراتب جهنم، مرتبة من مراتب جهنم، فالدرجة من درجات جهنم، أو دركات، مو درجات، دركات جهنم، درجات يعني فوق، دركات يعني جوا، في الدرك الأسفل يعني في الدرجة الأقل الأعمق، فسقر واحدة من هالدركات. فأهل الجنة يشوفوهم يقول ما سلككم في سقر؟ ايش سويتوا هنا؟ ليش انتوا هنا؟ ليش الله ذبكم بالنار؟ القرآن يقول يجاوبوهم لم نكن من المصلين، لم نكن من المصلين، ما كنا من المصلين، ولم نحض على طعام المسكين، واحنا هم ما حاولنا ان نساعد المساكين ونساعدهم، الله ذبنا بالنار. فلم شنو؟ ما سلككم فيه، لم نكن من المصلين. هذا لو الأخت أم علي تسمع أنه أكو سقر يوم القيامة وراح الله يذبها في السقر، بعد تعوف صلاته؟ لا. فنحتاج أن نعرف منزلة الصلاة أولا، وثانيا عقوبة تارك الصلاة. نعم، متصل محمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يطول عمرك. سؤال، تفضلوا. مولاي أنا عندي فلوس مليون دينار. نعم. وعندي خاف يعني سوى، عندي يعني سيارة حبيبي سوى فيها، يعني شلون حصار وهالسوالف، يعني سوى فيها. فأنا صراحة على هالموضوع قلت عندي هذا المليون دينار، عليه شغله وياه. يعني ما أقدر أخليه يخاف الصلاة. إيه. قال شلون؟ قلت أنا عليه شغله يعني أنت صار وروح وياه، أنا ما يبي حرام وشي هاي. بلي. قال أنا شغل مرات يوم محدود، يوم أحصل، يوم ما أحصل، يوم نعم. إذا أنا وياك، أنا في 10,050,000، أنا وياك يوم حصلت، أنا وياك يوم ما حصلت، أنا وياك. جيد. قال أنا راح شو أسوي لك يوم يا يوم إذا صاحبي، يعني ما راح أسوي تذكر وشي، راح أجيب لك تذكر ب1000 دينار. ماني. وجيت حصلت المحصول اليوم، حصلت 5,000، جيت نسيت حق فلوسك يعني قيمة 1000 دينار، 2000 دينار، 5,000 راح أحسن من الذهب. ماني. فزين أنا يعني ما مرتاح يعني.
بلي بلي جيد واضح. بلي شوف اي سد التليفون حتى اتكلم معك. حياك سيد رياض. سيد رياض تفضل. سيد رياض تفضل. حياكم الله. سلمكم الله تعالى. حياكم الله يحفظك ان شاء الله تعالى تقبل اعمالك. سيدنا انا عندي مشكله صارت لي. بلي. بيتي بيتي جديد وسكن كبير. بلي. وجاي اشوف اشكال بي يعني. شو؟ جاي يخبث وراني وين جهار وين جهار. شنو؟ جاي يخبث ياخذ شيء بالبيت يعني. انا شيطان سكن ما اعرف سكن بالبيت سيد. هذه تخيلات من عندك سيد رياض لو؟ لا شفت بعيني سيد. شنو شفته؟ شفته ملابس مثل بالمولايه. اي شنو؟ ملابس بالكنتور اجي القيها جواز. تكرم الاحذيه مالت المكان الخاص اجي القيها مراسم. بطل الماي يشمر بالبطل يشمر واحنا نايمين يشمر البطل. صحيح. حياك الله سيد رياض. أنا إن شاء الله أجاوبك إن شاء الله تعالى. حياك الله. حيدر تفضل. حيدر تفضل. مولاي قبل شوية تفضلت في كرحمة الأمور. نعم. قلت لك مولاي قلت لك عندي صدي نزول والتعودين واحد من السيد. إيه. هل يصير يعني أبلغ بس سيد هل يصير أبلغ يعني أقل أجدر؟ حبيبي قلت لك نذرك يصير لو ما يصير. قلت لك نذرك مو صحيح. ليش ما سمعتني؟ قلت لك نذرك مو شرعي. تقدر تطي وتقدر ما تطي. الان قلت لك يا حبيبي جاوبتك. حياك الله. حياك. محمد يقول عندي مبلغ 1,000,000 دينار. ابن خالتي يشتغل بسياره واريد اعطيها 1,000,000. اقول له يا ابي احنا على حب الله نشتغل بهذا المبلغ. وابن خالته خوش رجال. ايش قايل له؟ قال انا ما ادري يعني يوم اشتغل يوم ما اشتغل، يوم اطلع عليه في يوم اطلع 50. فاحنا نتقاسمها على يعني مقدار العمل ومقدار الربح. وهو صحيح كلام ابن خالتك صحيح. وهذا الشغل لا اشكال فيه. قل لي ابي اعطيك 1,000,000 وانت خليها عملك بالسياره. وايش قايل ما تطلع؟ انطيني نسبه 1,000,000 مالتي بالنسبة لعملك. طلع دينار دينارين ولا إشكال فيه. هذا عمله صحيح. وإقدامك على هذا الشغل لا إشكال فيه. وإن شاء الله تعالى الله يرزقكم رزق واسع وطيب إن شاء الله تعالى. أم فاطمة تفضلي. أم فاطمة تركي التلفزيون اسمعيني من التليفون. وعليكم السلام. سيدنا علي مني عمري 25 سنة. بلي. الزوجة والرجال متقي خاف الله. بلي. وسنتي حماية ولد صغير بس تو ناخذ شاب. انا لبس محتشي مع براها زينبية حجاب كل حجاب كامل. حماك ايش قد عمره؟ عمره تقريبا 18 سنة. 18 سنة؟ اي مو صغير هذا يعني. اي انا الحجاب يبنى عباية ايه؟ ملتزمة كل الامور الدينية. ايه. اي بس سيدنا عندنا بعض الخلافات انه هو مرات يصرف تصرف غير صحيح. يطوع من الباب يطوع من الحمام. انا بهذا الوقت ما اقدر زوجي اطلع البيت. احنا بيت عيال. هذا الشيء حرام حلال. لان انا الصراحة اخاف ربي شوي اظن فيها. يعني ما اعرف شلون اتصرف. اشتكيت لزوجي زوجي ما يقدر يطلعني. احنا نقفل الباب من نقعد انا وبناتي اذا اردنا نتحرك او شيء نتحرك الحدود. فانا محتارة يعني شنو التصرف اللي يغرق بالعملية. يعني ما قلتي له فلان يعني عيب حرام؟ اشتكيت لاكثر من شخص. اي بس ما لقيت احد يقدر يساعدني يعني. وزوجي يعني ما يسوي الحال. خير ان شاء الله. ما يقدر يطلعني.
خير ان شاء الله، حياكم الله. سيد رياضي مشتري بيت وقاعد في بيت جديد، يقول اشوف حركات وقضايا تصير في البيت والاحذيه في مكان اخر والملابس على حال ترمى في وسط الغرفه والماي مدري ايش. يقول اشوف حركات غير كذا واعتقد بيتي يعني بجن. انا ما اريد اقول ما اكو هالشكل شيء، لا اكو هذا الشيء موجود، ولكن شنو اللي يسوي؟ واقعا شنو اللي يسوي؟ طبعا اكو بعض الادعيه، اكو بعض الاحراز والادعيه تكتب على الجدران باب البيت بالزوايا لابعاد الشياطين الذين يؤذون الجن. بعضهم مؤمنين ما يؤذون، اكو جن لا ياذي ياذي ويرعب يخوف. فالإنسان يكتب بعض الأدعية بعض الأحراز، وأنا في الواقع لست متخصصا في هذا المجال يعني، بس سألوا أهل الدين أهل كذا أنه يا بش نكتب. أنا أنا لو آية الكرسي، آية الكرسي أكتبها في كل مكان، والمعوذتين قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الفلق، لأني أكتبهن وأنشرهن بالبيت، وأحاول أنه شنو دائما أذكر الله سبحانه وتعالى وأتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، عسى ولعل أنه يهجرون البيت ويطلعون إن شاء الله تعالى. أما الأخت فاطمة تقول حماي عمره 18 سنة وهو يتلصلص ويباوع وكذا، وروح الحمام يطالع من فتحة الكذا. أولا أختي الإنسان في بيت عياله لابد أن يتحذر على أنه الشباب الموجودين قد لا يكونوا مؤدبين، يعني لا يخافون الله ولا يخافون على حال ضمائرهم، فيبدأون أنه على حال يتحينون فرصة حتى يكتشفوا أو يشوفوا أو يهتكوا ستر. فأنت حاولي أن تتعاملي بالبيت كأنك في الشارع، حجابك وعبايتك وجرابك وهكذا كأنه بالشارع. ليش؟ لأن واحد ما مؤدب يعني عينه مو نظيفة إيده مو نظيفة، فواحد لازم يتحذر. الطبين في الغرفة سدين باب تقفليها، بالحمام تخلين حوالي ستارة وراء الباب حتى لا يكون من الفتحات أو كذا. وهذه هي الشكل، عسى الله سبحانه وتعالى يفرج عنكم تطلعون من البيت إلى بيت آخر آمن، ويهدي هذا الولد على أنه الله يزوجه ويستر عليه ويصلحه إن شاء الله تعالى. ولكن عموما أنت لابد أن تتحذري، لابد أن تواظبي ولا تكوني لوحدك في البيت، عسى ولعل أنه يدفع عنك رب العالمين شره وشر الشياطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ويجعل عاقبة أمرنا وأمركم إلى خير، ويعجل في ظهور إمام زماننا، ويجعلنا من أنصاره وأعوانه وشيعته ومحبيه، يرحم شهدائنا، يعافي جرحانا، يصلح أمورنا وبلدنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل أعمالنا اللي قمنا بها في أيام محرم وصفر، ويجعلها في ميزان حسناتنا جميعا. ولا تنسوني والدي من الدعاء، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.